مسؤوليتنا الأولى في المجال الاقتصادي هو ندافع على المقاولة الوطنية. المقاولة الوطنية فرص شغل، المقاولة الوطنية إنتاج الثروة الوطنية. وبالتالي الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في هذا المجال هي دفاع عن شركات المغربية، وقمنا بها في مواجهة العمليات ديال الإغراق الدامبين. حنا واضحين في هذه القضية، ما يمكنش توقع عمليات إغراق بالسوق لأن في هذا إخلال بالقواعد ديال المنافسة. ولهذا ما قمنا به بالنسبة إلينا هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية. لهذا الحكومة ما غاديش تدافع على الشركات الوطنية ضد العملية ديال الإغراق. ماذا سينتظر منا؟ هذه مسؤوليتنا، ما يمكنش نبداو نتفرجوا الا كانت مناصب شغل ستكون مهددة. ولهذا ما يمكنش نتخلاو، وعلى مستوى منظمة التجارة العالمية راه سنعمل على الدفاع عن وجهة نظرنا. والوزارة الوصية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار تشتغل في هذا الموضوع وتتابعه بكل ما يقتضي الأمر من حزم وصرامة. المسألة بالنسبة إلينا واضحة، هذا موقف تبنى على معطيات، وواجبنا هو ندافع على الشركات المغربية ضد العمليات ديال الإغراق ديال السوق. هذا أمر واضح بالنسبة إلينا وجزء من المسؤولية ديالنا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.